شنو هي اهم الامور اللي خاصو يرد لها الوالدين البال، ومن اي سن يقدروا الوالدين يقولوا لا هنا خاصنا نمشيو نشخصو، هنا خاص فعلا ردوا البال، هنا ماشي عادي، هنا ما نقارنوش هاد الامور كلها. تفضلي. على بحكم انني كنشوف بزاف الوالدين كيجيو للعيادات والمراكز، اول حاجه نقدر ننصح بها الوالدين هما انهم ما يسمعوش الهضره ديال الشخص الثاني. دونك معروف انه مثلا الامهات والاباء تيديروا يعني بعض الجروبات مع بعضياتهم كيبداو يسولوا على الصحه ديال الوالد الوليدات ديالهم، على التطورات فين وصلوا، انا ولدي عنده كذا وكذا راه وصل هادي. يعني بالحرقه ديال الام كتشوف ولدها باقي ما وصلش لواحد الحاجه، واحد ليطاب ولا واحد المرحله، كتقول لك لا انا ولدي علاش ما عندوش اولى، ولا انا ولدي راه بكري. دونك ديكو داك قوه كما قلتي المقارنه، وايضا كيبقى عندها ان روبير ديال هذاك الشخص بالضبط هو اللي خاصه يكون يعني ولدها بحاله. دونك ولدو ولا ولدها بحاله. دونك لو فيت انني نسمع الهضره ديال الناس بزاف، زعما ماشي واحد ماشي اهل ديال الاختصاص ولا ماشي عندوش هذا الاختصاص هذا، ما كاينلاش نسمع الهضره ديالو ونشوف الاخصائي. هذه هي اول حاجه غنقدر نبدا بها. طب حيتاش بزاف الوالدين كيطيحوا في هذا الغلط مع الاسف. دونك اول حاجه كما قلنا ما نسمعوش الهضره ديال اي واحد، والى بان لنا شي حاجه ماشي هي هذيك، ولا حسينا انه الطفل ديالنا يقدر يكون عنده واحد التاخر، كنهضر على التاخرات اللي هي حركيه نفسيه يعني ديال الفهم ديال الكلام ديال التواصل ديال الطفل، نمشي نجري عند الطبيب ولا عند الاخصائي اللي يقدر انه بصح يشوف بالنظره ديال الاخصائي ويشخص الطفل ديالي. وشو ديك الساعه يقدر حتى الطمانينه كيفاش كتوصل الرساله من عند واحد اللي عارف وفاهم، كتوصل بطريقه اللي هي صحيحه. الحاجه الثانيه انني نرد بزاف البال التطور الاول ديال الطفل ديالي، يعني التطور من الناحيه الحركيه. يعني اهم حاجه مثلا في الطفل فاش يلاه كتزاد كيكون عباره عن حركات، كيكون عباره عن يعني انسان كيتواصل وكيتحرك. دونك نكون على درايه بالمراحل الاولى والاوقات ديالها، يعني تقريبا، وكل مرحله دارها الطفل ديالي نقدر نكون مثلا مواكبه. مثلا اول حاجه كنبداو بها في يعني في التطور الحركي السليم الاول هي مثلا المرحله ديال الطفل ديالي كيتقلب على جنيباته، الطفل ديالي كيشوف فيا بالعوينات ديالو كيركز معايا، الطفل ديالي كيبدا يدير اصوات او لانه كيحاول انه يتواصل معايا بالاصوات، الطفل ديالي مثلا كيوصل لمرحله ديال الجلوس واش واجد عصبيا ما نجلسوش بكري. يعني اي حاجه في اي مرحله حركيه باغي يدوز منها الطفل في سن صغيره ديالو ما نبداش بكري وما نتعطلش. دونك دائما ندير بحساب انه باقي صغير، بحساب انه يمكن تزاد بكري، انه يمكن بريماتوري تزاد قبل من الوقت، انه كاين ان تيران فراجيل ديال الوراثه، كاين واحد الاضطراب مصاحب. يعني عمري ما نبزز عليه، انا كنهضر بصفه عامه من بعد غنبداو نتخصصوا، ما عمري ما نبزز عليه وما عمري ما نبدا كما كنقول قبل او لا حتى نخليه وكنقول راه باقي الحاله دي. بزاف كنسمعوها كنقول لك راه مازال الحال عليه، راه باقي فين يدير. حتى كنجي فين دارك الوقت كنلقى صافي فات الحال، سورتو في مراحل اللي هي كنقولوا حنا كريتيك او لا ضروري انه يديرها، بحال مثلا كما قلت لك يدور على جنيباتو، يتبع بعويناته، يتواصل بالاصوات الاول الاولى، او انه يوصل لمرحله الجلوس. بزاف ديال الوالدين كيجيو مع الاسف مثلا كيقول لك وصل العامين والطفل ديالي مازال ما كيتمشاش، لان المرحله ديال المشي هي مرحله مهمه بزاف، بزاف الوالدين كيبقاو يتسناوها بفارغ الصبر، لانها مرحله اللي كتبين بان الطفل بدا في الاوتونومي وبدا في الاعتماد على النفس من ناحيه الحركه. دونك كيجي داك الوقت مثلا كيقول لك راه عامين وباقي عليه الحال، ودابا راه بدا يلاه كيتمشى على هادي علامه من علامات ديال ان الطفل بدا في مرحله ديال انه معطل. انه المشي كيبدا عموما ما بين 10 شهور حتى 18 شهر. المرة 18 شهر كنقولوا بان الطفل عام ونص، هي 18 شهر كنقولوا بان الطفل راه بدا يمكن عنده تاخر في هذا المشي. شنو هما الحاجات مثلا اللي نقدروا اننا نتجنبوهم باش نخليو داك المشي يدوز بطريقه اللي هي مزيانه، انه يدوز من المراحل الاولى كما قلت لك ديال التطور الحركي النفسي، اللي هي ان الطفل ما يتهزش بزاف. فوالا ما يتهزش بزاف. شوفي هو يتهز، نقول لك هو يتهز حيتاش بزاف الوالدين تيقول لك لا ما خاصكش تهزو باش ما يتفشش. لا الطفل خاصو يتهز، غير باش نكونوا واضحين خاصو يتهز، لانه في الهزه كاين امان، في الهزه كاين تواصل، في الهزه كاين واحد لو ديالوج. ملي كتهز ولدك راه بحال اللي كتقربوا لك اكزاكتومون. يعني حتى الجسد، لغه الجسد مهمه بزاف، يعني الاحساس ديالك مع الاحساس ديالو حنا كنسميوها لو ديالوج تونيكو ايموسيونيل، او ذاك الحوار ديال العضلات ديال الجسد مع لي زيموسيون، مع يعني كيفاش كيسميوها كيفاش كي
الحس الطفل مع الاحاسيس مع الشعور ديالك مهمه بزاف، يعني فيها تواصل، فيها كما كنقول قرب وفيها امان. يعني نهز الطفل ديالي ولكن ما نهزوش 24 ساعه على 24 ساعه، راه ما فيهاش فشوش، ما فيهاش لا زعما غادي يولف اليدين، لا بالعكس هذه حاجه مزيانه انه يتهز، انه كي كنقولوا حنايا اون لو بيرس نراريو بيه نتمشاو معاه، ميم هذيك الحركه ديال المشي ديالنا فيها واحد الريتم، وذاك الريتم مهم بزاف انه يفهم انه كاين ريتم ديال المشي ديال يعني خطوه بخطوه بخطوه. يعني حتى هي داخله في يعني في اطار ديال التدريب ديال الطفل انه من بعد يتعلم يتمشى ويحبوا داكشي كامل. المرحله ديال الحبيه مهمه بزاف، يعني نردوا ليها البال لانه بزاف كاين ناس بزاف كيبغيو ينقذوها الى صح التعبير ديالي، تيقول لك معليش ان الولد جاو مشى مزيان اكزاكتومون، كيقول لك صافي راه ما حباش غير شد ووقف وزعما راه زربان ودمه خفيف ومزيان. شوف هي كيما هي النتيجه راه وقف، ولكن راه كما كنقول لهم بزاف راه كاينين بزاف ديال الاطفال اللي كيجيو باضطرابات ولا بصعوبات، كنعاودوا نرجعوهم للمرحله ديال الحبيان لانها مهمه بزاف. علاش مهمه بزاف؟ لانها فيها علاقه مع دوك لي ريفليكس او لا دوك ردات الفعل العصبيه الاولى اللي كيبدا بهم الطفل ديالي، مثلا انه يدور العنق ديالو الرقبه ديالو من الجهه اليمين واليسار، انه يتبع العين بواحد المرحله اللي هي واحد الطريقه اللي هي افقيه، انه يثبت الايادي والكتف ديالو والظهر ديالو اللي فاش غتنفعوا في الكتابه مثلا من بعد مرحله ديال الكتابه. يعني هذه يعني مرحله ان ابروندر او سيريو، خاصنا نردوا لها البال، وان الطفل ديالي مثلا الا شد ووقف ما فيها بس نرجعوا انه يعني يلمو باش غادي يتعلم، غيتعلم مثلا الا ما دارهاش بطريقه طبيعيه غيديرها بطريقه ديال التقليد، الا ما كانت شي اضطراب اللي هو مرافق اللي غادي يمنع الطريقه ديال التقليد، انه يبدا يحط يدو ورجلو يعني بواحد الطريقه اللي هي معاكسه باش يقدر انه يحبو. ومن الحبيان اوتوماتيكمون الظهر غادي يعني ايفا غانيا ماتوريتي، يعني او انه يكبر الجهاز العصبي ديالو غيتطور ولا انه غينضج حتى يكون راكز ووقف على ركيزه اللي صحيحه باش يقدر انه من بعد يتكل على يعني الموبل او الفراش، من موراها عاد كيوقف باش كتكون ديك طريقه الوقوف ديالو سليمه، وحتى المشي ديالو كيكون سليم، وحتى يعني التحت ديال الرجلات ديالو كنقولوا حنا دوك اللي زعما التحت ديال الرجل كيكون حتى هو شاد الثبات ديالو بطريقه اللي هي صحيحه. مازال معنا صوفيا شميشه اللي هي اخصائيه نفسيه وحركيه، تنتكلموا على الامور اللي خاص الوالدين ياخذوها بعين الاعتبار او لا يعرفوها باش هكذا المراحل ديال النمو ديال الوليدات ديالهم تم بسلام، يعني ما يكونوش اضطرابات، وحتى الا كانوا الانسان يشخصها بكري. تكلمنا اول شيء على اننا ما نقزوش المراحل طبعا. يعني ان الوليد وحنا كنهزوه هو فوق الفراش الحبيان لغيرها. غنسولك اشنو باش السيدات اللي حتى السيدات الجدد او الامهات الجدد الى صح التعبير سمحوا لي، الامهات اللي يلاه ولدوا هذا وي. كتبغي تعرف امتى ولدها، امتى مرحله ديال التسنين، امتى المرحله مثلا ديال الحبيان، امتى المرحله ديال انه صافي خاصو يتمشى، باش هكذا ما بقاوش حتى في المقارنات. كنسمعوا بزاف المرات لا راه خوه راه فاش كانت عدو كاع مثلا عامين راه باقي ما بانت له حتى شي سنه، راه عادي راه من بعد اولا ملي كيكون النطق ديالو يعني باقي ما كينطقش كيقول لك لا راه معليش راه من هنا لقدام راه تبارك الله غيولي يهضر، ما تقدري كاع تسكتي. يعني كنسمعوا هادشي في الحوارات ديالنا يعني المغربيه. الا جينا نعطيو للسيدات كل عمر اشنو خاصو يكون فيها باش هكا يردوا البال؟ شوف هما كاينين دي كورب اولا كاينين يعني كما كنقولوا اليوم دي كورب ديال كيعتمدوا عليهم الاطباء ديال الاطفال ولا لي بيدياتر باش كيشوفوا الطفل واش كاين فيه تاخر ولا لا، حيت ما كاينش غير التاخر الحركي، كاين حتى تاخر ديال النمو، تاخر ديال مثلا ديال كما قلتي ديال التواصل الحركي والنمو. دونك النمو ديالو خاصو يكون معتمد على الطول، على الدوره ديال الراس، على القضيه ديال التنين. دونك هادو مختصين بهم اكثر الاطباء ديال الاطفال ولا لي بيدياتر. ملي كنهضر على الاختصاص ديالي حنا اول حاجه كنشوفوا ان الطفل مثلا عصبيا واش راكز، يعني مثلا نجيو على اغلبيه ديال الوالدين كيجيو مثلا ابتداء من سن ديال عام ونص دونك ما كيجيوش قبل مع الاسف، لانه مثلا من في الخدمه كنقولوا حنايا في الخدمه ديالنا والاختصاص ديالنا كنستقبلوا الاطفال منذ الولاده، لانه يعني كاين منذ الولاده كاينين الاطفال مثلا اللي ما تزادوش كما كنقولوا بكري محتاجين واحد لا ستيمولاسيون معينه، الاطفال مثلا اللي ما كيقدروش يرضعوا محتاجين انهم يستيمولاو في هذيك لاسفير ديال الفم وال الحلق ديالهم كيفاش يديروا لو ريفلكس ديال لاسيوسيون. كاينين الاطفال مثلا اللي صعيب عليهم انهم يتواصلوا مع العالم الخارجي في سن صغيره جدا، كان حنا كنقدروا اننا ندخلوا باش كنواكبوا الوالدين وكنواكبوا حل الاطفال، دونك لا بريزون شارج كتبدا في سن صغيره جدا. دونك باش نبدا مثلا نهضر على المراحل ديالي،
اول كلمه غنبدا بها هي كل طفل لو ريتم ديالو كل طفل وكيفاش الوتيره ديال التطور ديالو غير ما خاصنيش نديباسي واحد لا ليميت. يبقى علاش هضرت انا في الاول على لا كورب اللي ما خاصناش خصنا ضروري نراقبوها واللي ما كتكونش عند اغلبيه الوالدين كتكون عند المختصين. دونك مثلا في طفل اللي ما تيهش راسو في 6 شهور هذاك دليل على ان التطور العصبي ديالو راه متاخر. يعني الطفل كيهز راسو في شهر شهر ونص شهرين الى تاخر. يعني مثلا ملي كنحطو كما كنقولك هز راسو اولا الرقبه ديالو العنق ديالو ملي كيتحط سورتو على الكرش ديالو خاص يلاحظ بان الطفل ديالي تيبدا يهز داك الرويس ديالو سورتو الا حطيتو مثلا على الكرشي ولا حطيتو على توسد الفخاد ديالي لانه بزاف ديال الوالدين كيديروا هذيك لو فيت انهم يحطوهم على كريشتهم وهي مرحله جميله ولا مرحله مهمه بزاف باش كنشوف الطفل ديالي واش عنده هذاك الاكتساب الحركي نيورولوجيك اللي هو عصبي اولا كاين واحد يعني واحد هي اكثر من لازم تمك هذاك علامه ان الطفل ديالي راه كاين واحد الحاجه اللي مخلياش انه يتطور لان هذيك العلامه الاولى هي هذيك اول علامه اللي كنلاحظوها. الوغ قبل من هاد العلامات كاملين كيجي واحد لو بوتي تيست كنديرو ملي مورا ما كيتزاد الطفل اللي كيتسمى لو سكور ديال لابكار لو واحد كنشوفو العرضات للفعل العصبيه ديال الطفل ديالي فاش يلاه كيخرج من الكرش. دونك هذا اول امتحان كيدوز منه الطفل فاش يلاه كيخرج من الكرش ديال الام ديالو باش نشوف ان لي ريفلكس ديالو العصبيين راهم مزيانين. الا ما كانوش مزيانين تماك كيتنقد الطفل بواحد النقطه اللي هي قليله وتماك خاصني ضروري من داك الوقيته نرد معاه البال واش كاينه شي حاجه في وسط الكرش اللي سبت ليه التاخر واش يعني كاين بزاف ديال العوامل اللي يقدروا ياثروا. دونك كما كنقول اول حاجه نراقب الرقبه والعنق ديال الطفل ديالي واش مقادين ولا لا. الطفل ديالي واش كيتبع بالعوينات ديالو مثلا الا ديبلاصا ولا تمشى شي واحد قدام العوينات قدام راسه قدام عينيه واش كيقدر انه يتبع معاه. واش مثلا في سن صغير هادشي كنضرك مع فريمون على شهرين يعني الطفل ديالي واش الا تسمع حدا شي صوت واش كيقفز واش كيدير شي ردات فعل يعني بالعوينات ديالو ولا حتى اي سورسوت بيديه ولا بدراعه. يعني حتى هذا علامه من علامات بان الطفل ديالي مثلا عند كيسمع مع يعني التحفظ على تيسمع لانها من بعد غتطور بواحد الطريقه اللي هي مختلفه. دونك نراقب هذه اول حاجه كما كنقول حتى هذيك سورتو انه مثلا الامات فاش يلاه كيولدوا تيكونوا جالسين مع وليداتهم واحد 3 شهور ديال لا ماتيرنيتي حتى 6 شهور. دونك هذه هي المرحله الاولى اللي خاصهم شنو خاصهم يراقبوهم فيها ما يستريسيوش ولكن يلاحظوا يحاولوا انهم يلاحظوا الا كان شي حاجه اللي بانت ليهم سورتو مثلا كما قلتي الامهات الجدد ما يكونوش عارفين وما عندهمش داك يعني عندهم تجربه اولى ولكن بون كاينه تجارب اخرى يعني دايره بهم وايضا كاينين المختصين يعني بزاف الناس دابا حتى المعلومه ولات اكسيسيبل ولا اي حاجه كتدخلي كتلقاي كتابي واحد ديفلوبمون ديال ديفلوبمون بسيكوموتور ديال لونفون كتشوفي المراحل اللي خاصك تبعها ولكن الانسان خاصو يبحث وخاصو يسمع من ضروري 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 هذه حاجه مهمه. الطفل مثلا اللي ما جلسش 9 شهور هذيك حتى هي علامه من علامات ديال التاخر لان الطفل كيجلس كاين شي اطفال كيجلسوا مثلا في 4 شهور ونص كاين اطفال اللي تيجلسوا في 6 شهور كيجلسوا في الى داز المرحله ديال 9 شهور ومازال ما كاين حتى شي علامه كنقول علامه ديال الجلوس تماك خاصني ثاني نرد البال للطفل ديالي لان مرحله مهمه انه يجلس وانه يثبت الحوض ديالو يعني بالمخدات بالمساعده ولا بغير مساعده ولكن على الاقل نشوفوا انه عنده واحد لا باز ديال ان الطفل مستعد انه يتعلم لا فيرتيكاليتي اولا العموديه الجلوس بالعموديه. دونك هي سي فري كنبغيو نجلس وليداتنا في سن ديال 3 شهور ونص 4 شهور كنبداو نكاليهم بالمخدات هذه بكري بزاف يعني نردوا لها البال. يعني الا بغيت نجلس الطفل ديالي ولا نعاونو غادي نعاونو مثلا ابتداء من سن ديال 5 شهور باش نكونوا في واحد الوضعيه اللي سليمه وحتى الجلوس ما يكونش جالس غير في الفوتوي على المخد نجلسوه في في في, في الحضن ديالنا كما كنقولوا يعني نجلسو نديرو الظهر ديالو كونتر لا بواترين ديالنا حنايا ونقوسوا ليه الظهر ديالو ونجمعوا ليه رجلاته من التحت يعني بحال كنعاونوه في ديك التقويسه اللي هي اصلا فيزيولوجيه هي طبيعيه. دونك هذيك عاده ندوزو المرحله ديال اننا نجلسوه ما نجلسوش مثلا في وسط من تخوتور ولا اليوبا لا في سن صغيره جدا يعني كنشوفوا مع الاسف واخا هضرنا على هذا الموضوع بزاف ديال المرات وبزاف ديال المنابر ولكن البروبليم انه الوالدين ولا الوالدين اللي مقابلين ولا الناس اللي مقابلين الاطفال في سن صغيره باقيين كيديروا هذا الغلط هذا اللي هو غلط خطير وكبير بزاف لانه تيجلسوا الطفل مثلا فريمون صغار بزاف 4 شهور 5 شهور كتلقى الطفل ديجا جالس في اليوبا لا ولا في تخوتور ولا في المشايه باش سوا ديزون يولي اوتونوم يعتمد على راسو يكتسب وضعيه الجلوس بطريقه اللي هي بزربه يعني ما يتعطلش على
الوغ هذا كندير الخطا يعني كندير العكس تماما، لانني كنأخر ليه المشي ديالو كنعلمو انه تمشى بواحد الطريقه اللي غير سليمه تنخلي ان لانك يبقى هاز رجلي فوق الارض هادشي لما كان ما وصلش اكزاكتومون ما كانش واصل اولا حتى الا وصل كيوصل فقط بالاطراف ديال الاصابع ديالو، هادشي اللي كيعطينا اوتوماتيكمون واحد المشي يعني واحد الطريقه كيفيه ديال المشي اللي هي غلطه. وكنشوفوا بزاف الاطفال مع الاسف كيتمشيو على الاطراف ديال الاصابع ديالهم، وهادي راه ولينا بزاف كنشوفوها يا بون كاين عندها بزاف ديال الدلائل اخرى، ولكن انا كنهضر على ستوندار ولا داكشي اللي كنشوفوا بصح من واحد الناحيه اللي حركيه. دونك المشايه تحيد ما كتنفع حتى شي حاجه، بالعكس الله يحفظ كدير حتى دي زاكسيدون في الدار يعني الله يحفظ الطفل كما قلتي جميله كيتمشى بواحد الطريقه اللي هي سريعه يقدر يدخل في البيبان يقدر يطيح من الدروج يقدر يقلب عليه شي حاجه. مازال ما ثابتش داكشي اللي هضرت قبيله على تبات في الارض انه يدور انه يجلس انه يحبو انه يثبت يعني حنا كنقولوا لي زارتيكولاسيون ديالو ولا يعني العظيمات ديالو باش يثبتهم اكثر في الارض، لان الارض كتكون قاصحه. ولا كنقول لهم دائما لو سول حطوهم في لو سول ما تبقاوش تحطوا شي حاجه فوالا اللي هي بحال ناموسيات ولا اوكي مزيانه باش يرتاح شويه، ولكن لو فات انني بغيت نعلم الطفل ديالي اكثر سي فريمون الارض اللي كتعلم بزاف، لانها كتثبت حتى الحس ديال الطفل ديالي الوعي ديالو بالجسد ديالو تيكون اكثر. دونك شي علاش من الاحسن اننا اونوبت بهاد لوبسيون هادي ديال انه يتعلم اكثر في الارض في بلاصه اللي هي ماشي قاصحه بزاف ولكن مهم بينو بين. دونك كما قلت الوغ نرجع للموضوع ديال التطورات ديالو. دونك الا شفت بان الطفل ديالي كما قلت مازال ما قادرش انه يجلس ما نزربوش وما نعطلوش اودولا دو 9 شهور، الا الطفل ديالي مثلا ما حباش نرجعو يحبو عاد نكمل ليه المرحله ديال الوقوف ديالو، الا بغى يبدا يوقف نرد نامن ليه المكان ديالو الله يحفظ باش ما يكون حتى شي ديزاكسيدون شي حاجه اللي خطيره عليه، ونخليه يتعلم ما نبقاش دائما من موراه. دائما كنقول لك كاين بزاف الوالدين كيخافوا بزاف على الوليدات ديالهم وما تعطيهمش المساحه فين يتعلموا يعني مزيان انا يعني كما قلت نراقب ونخاف عليه، ولكن نخلي ليه المساحه ديالو فين حتى هو يطيح وينوض، لان ديك في ديك الطيحه وفي ديك النوضه تعلم. دونك هذه اوبليجي انه يدوز منها.